حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وأول حواراتنا لهذا الصباح النهاردة بنتكلم عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي انطلقت فعاليات وحفل الافتتاح دورته 43 بالأمس في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. والحقيقة برنامج المهرجان هذا العام بيضم يعني عدد كبير من الأفلام المتنوعة، حوالي 111 فيلم من أكثر من 63 دولة حول العالم. طبعا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعتبر أقدم ومن أهم المهرجانات في العالم، وأقدم مهرجان في العالم العربي وأيضا الشرق الأوسط. هي المهرجان انطلق طبعا في دورته الأولى سنة 76، ودائما بنشهد في كل عام وفي كل دورة جديدة الجديد والجديد، سواء على مستوى لجان التحكيم أو أيضا الأفلام المشاركة والتكريمات. خلينا نتكلم عن هذه الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والأفلام المشاركة والكثير أيضا من التفاصيل المتعلقة بالمهرجان في دوراته هذا العام. في حوارنا مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو أستاذ علي القشوتي الكاتب الصحفي والناقد السينمائي. أستاذ علي بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير. في البداية بنروح لتقرير سريع في كمان كلام عن المهرجان ونرجع تاني نبتدي حوارنا مع حضرتك. في ليلة مليئة بالنجوم في السماء ومثلهم على الأرض، تلألأ المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بباقة من أبرز نجوم الفن السابع من جميع أنحاء العالم. الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائية شهدت تكريم عدد من الفنانين، من أبرزهم الفنانة الاستعراضية نيلي، والتي كرمت بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المهمة. كما كرم المهرجان الممثل كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وفي لمسة وفاء للفنانين الذين غيبهم الموت في عام 2021، تذكر المهرجان أبرز الأسماء الراحلة في فيلم قصير. وفي كلمتها الافتتاحية بالمهرجان قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن المهرجان وكعادته استطاع أن يصمد ويتخطى أي صعاب أو تحديات بدعم من الدولة. خلال الدورات الأخيرة حظي المهرجان بدعم وافر من الدولة المصرية بكافة أجهزتها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بمنح كافة الإمكانات للفعاليات الفنية والثقافية المعبرة عن وجه مصر الحضرية. ويعرض مهرجان القاهرة السينمائية والمقام تحت إشراف وزارة الثقافة ويمتد حتى 5 ديسمبر المقبل، يعرض 111 فيلما من 63 دولة، منها 27 فيلما في عرضها العالمي الأول. وتشمل المسابقة الرسمية 15 فيلما، بينها فيلم مصري وحيد وهو أبو صدام للمخرجة نادين خان وبطولة محمد ممدوح وأحمد داشا، إضافة إلى فيلمين عربي آخرين. يعني أستاذ علي تابعنا مشاهد من حفل الافتتاح بالأمس والتكريمات، يعني شايف الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إزاي؟ والله والحكم على الدورة بشكل عام لسه بدري شوية، يعني ممكن بعد ما يمر حوالي 4 أو 5 أيام نقدر نقيم ما أهم ملامحها، لكن احنا ممكن نتكلم أكتر عن المهرجان وبرنامجه والتكريمات والحفل الافتتاح اللي حصل امبارح. الحقيقة كان في بهجة كبيرة جدا قدمتها النجمة الكبيرة نيلي، وجودها هي والفنان الكبير سمير صبري على المسرح أضاف بهجة شديدة جدا، خصوصا أن هما كان في حالة ارتجال ما بينهم، هما الاثنين كانوا بيتكلموا بكل تلقائية، والتلقائية دي كانت بتفكر كوميديا كبيرة جدا. ومن مميزات المهرجان ان هو قدر يخلي نيلي تعود تاني لأضواء بعد ما اختفت بقالها فترة كبيرة، ما بقتش بتظهر في اي لقاءات اعلامية او في اي حفلات او اماكن عامة.
فده كان مهم جدا ان هي تبقى موجوده في مهرجان القاهره وتحس بقد ايه، لان هي طبعا ليها تاريخ طويل مش بس في الاستعراضات او في الفوازير، ليها تاريخ طويل في الدراما وفي السينما. صحيح. الحقيقه كمان زي ما تابعنا في التقرير، غير التكريمات كان في طبعا تكريم الفنان كريم عبد العزيز ولمسه الوفاء للفنانين اللي رحلوا في عام 2021 من خلال فيلم تسجيلي قصير. يعني قد ايه ده بيضيف كمان قيمه للمهرجان؟ طبعا اولا هو تكريم كريم عبد العزيز تكريم مستحق جدا، لان كريم فنان شامل، قدم السينما وقدم الدراما. كريم طول الوقت بيتطور وطول الوقت بيتعلم وطول الوقت بيحاول يقدم شيء مختلف. يعني هو بيحمل ملامح وسيم، يعني الوسامة، ولكن ما اعتمدش عليها بشكل كبير، على قد ما اعتمد ان هو يغير من الكاركترات اللي بيقدمها. بنشوفه مرة فقير، مرة غني، مرة في ابن بلد وشعبي. يعني حقيقة هو عنده تنوع كبير في أدواره، والجائزة دي جائزة مستحقة. وهو امبارح كان بيقول ان هو عشان ياخد جائزة عليها اسم فاتن حمامة، فده شيء يعني يدعو للفخر. هو فعلا يستحق التكريم ده. هو من عيلة فنية، والعيلة الحقيقة كلها ساهمت بشكل كبير في السينما المصرية وسابت بصمة كبيرة. صحيح. برنامج المهرجان، سألتني عن حاجة بعد لمسة الوفاء. لمسة الوفاء طبعا هو الحقيقة ان لمسة الوفاء اللي بتحصل دي حصلت قبل كده في اكتر من مهرجان، ويمكن مهرجان القاهرة كان من اوائل المهرجانات اللي كان حريص ان هو يعمل البصمة دي. لانها يعني في ناس كتير جدا ما بتقدرش المهرجانات تكرمها، او يمكن يكون المنجز الفني بتاعها مش منجز سينمائي، ممكن يكون منجز في الدراما او في شيء تاني فني، ولكن مش في السينما. فدي بتحاول ترضي كده اسر الراحلين وتحسسهم ان احنا لسه فاكرينهم ولسه عارفين قد ايه قيمتهم، سواء في السينما او في الدراما او في الفن عموما. ودي حاجه يشكروا عليها صراحه. وحتى كمان مهرجان الجونه واكتر من مهرجان تاني بيعمل نفس الموقف ده، وبحس ان هو طبطب على اهل الراحل ومحبيه وعشاقه، وحقه اكيد يعني، وحقه طبعا. طيب استاذ علي، يعني مهرجان القاهره السينمائي الدولي هو طبعا اقدم مهرجان عربيا، لكن الحقيقه اصبح في مهرجانات تانية منافسه سواء عربيا او حتى كمان محليا في السنوات الاخيره. ايه اللي ما زال بيميز مهرجان القاهره السينمائي الدولي عن المهرجانات الاخرى اللي تلته؟ مهرجان القاهرة هو بيحمل صفة عالمية، يمكن ده أهم شيء فيه. وبعدين ما نقدرش نقارن مهرجان القاهرة بغيره من مهرجانات سواء اللي هي المحلية أو حتى العربية، لأن مهرجان القاهرة هو الأقدم، وبالتالي عنده خبرات كبيرة جدا في مجال تنظيم المهرجانات واختيار الأفلام. كرم كبار النجوم والنجمات مش بس في مصر والوطن العربي، في العالم كله. لو رجعنا للأرشيف هنلاقي فيه صور كتير جدا لتكريمات لنجوم مهمين. يعني أعتقد أن هو مهرجان القاهرة ليه طابع خاص ومختلف عن أي مهرجان تاني. يمكن المهرجانات التانية اللي بتقام في مصر بتقام في مدن زي مثلا الجونة أو اسكندرية أو غيرها، لكن مهرجان القاهرة بيقام في قلب العاصمة، وده في حد ذاته يعني أي مهرجان سينمائي بينطلق بيبحث عن الجمهور. بيبقى في صعوبة شوية في المهرجانات اللي هي في مدن ساحلية أو في مدن بعيدا عن العاصمة، ما بيبقاش فيها جمهور بشكل كبير، لكن مهرجان القاهرة الجمهور ارتبط بيه بشكل كبير، لأن هو بيقام داخل القاهرة في نفس الوقت بيقدر يعرض أفلامه في سينمات في نفس المحيط بتاع العاصمة، فبيقدر يجذب جمهور كبير. فجمهور عنده علاقة وطيدة جدا بالمهرجان، بالإضافة لأن هو بيستقبل طلبة معهد السينما وطلبة الإعلام وغيرهم. فهو يعني في اجيال متربيه مع المهرجان، فما فيش حد هيقدر ينافسه في مكانته دي عند الناس، حتى لو المهرجانات التانيه برضو على قدر كبير من التميز. صحيح. طيب استاذ علي، خلينا نتكلم عن برنامج المهرجان في دورته 43. هي في 13 فيلم بيتنافسوا في المسابقه الدوليه، ضمن 111 فيلم عموما هتكون في برنامج المهرجان في دورته هذا العام. يعني خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذه المنافسه والافلام المشاركه. شوفي، هو طبعا 111 فيلم ده رقم كبير جدا، مش اغلب المهرجانات بتقدر تستقطب هذا العدد من الافلام، خصوصا ان هو مستقطب السنه دي مجموعه كبيره من الافلام اللي شاركت في مهرجانات عالميه كبرى.
ومنهم طبعا فيلم المفروض كان فيلم افتتاح المسابقة الرسمية، بالإضافة لحوالي 22 فيلم في عرض عالمي أول، وده رقم كبير لازم نقف عنده ان هو قدر يستقطب هذا العدد في ظل انت عارفه فيروس كورونا اثر على كل مناحي الحياه. صحيح. ومنها طبعا صناعه السينما، لان كمان صناعه السينما انت لازم يبقى في عائد من الصناعه دي عشان الناس تقدر العجله تقدر تكمل. طبعا احنا قعدنا فتره طويله جدا السينمات كانت فيها حاله اغلاق، وكانوا حوالي 50% بس من القاعات تقدر تشتغل كنسبة يعني داخل القاعة، فكان في صعوبات كتير، فإن المهرجان يقدر يستقطب هذا العدد في ظل ندرة كبيرة للأفلام، وتبقى الأفلام دي عروض أولى ومنها أفلام مشاركة في مهرجانات كبرى وقد تكون أخذ جوائز في حد ذاته إنجاز كبير. يمكن إحنا كمان بنشوف في مهرجان القاهرة ظفر العابدين كمخرج من خلال فيلم غدوة، وبنشوف كمان فيلم بنات عبد الرحمن، ده فيلم أردني وبتشارك فيه صبا مبارك، وعندنا في فيلم مصري، يعني نعم هو فيلم وحيد لكن في أفلام تانية مشاركة في مسابقات مختلفة، فيلم أبو صدام لنادين خان ده هو اللي مشارك في مسابقة رسمية، وإن شاء الله هيبقى هو فيلم الختام. ونادين يعني هي عندها ندرة في صناعة أفلامها، فإحنا على يقين إن الفيلم معمول بجودة لأن هي مش بتستعجل خالص في تقديم أعمالها يعني. طيب حضرتك شايف يعني طالما ذكرنا إنه فيلم وحيد فقط مصري مشارك، طيب في المسابقة الرسمية، في المسابقة الرسمية من وجهة نظر حضرتك ده ليه يعني بيرجع ليه؟ طبعا انت عارفه المهرجانات بيبقى ليها ذوق خاص في اختيار الافلام اللي بتشارك في المهرجان، هو حتى لو ما كانش فيه فيلم مصري في المسابقه ده لا يعيب البرنامج او لا يعيب المهرجان او حتى صناعه السينما، لان في لجان مشاهده هي اللي بتختار الافلام، اللجان دي بيبقى ليها ذائقه معينه، ممكن تبقى شايفه ان الافلام حتى لو في فيلم جيد بس ما بقاش مناسب للمهرجان او مش مناسب للبرمجه بتاعت المهرجان، يعني برمجه مهرجان القاهره السنه دي انا اعتقد ان هي بتميل اكتر للمراه، يعني لو ركزنا في قصص الافلام وصناع الافلام هنلاقي ان في كم كبير جدا من الافلام اللي بتتكلم عن قضايا المراه بمختلف اشكالها في كل الدول سواء العربيه او حتى في الدول الاجنبيه، فالتجارب كلها رايحه في السكه دي، فممكن يبقى في افلام متقدمه للمشاركه من مصر هنا افلام طويله في المسابقه ولكن ما كانش يعني بينسجم مع المود العام او الجو العام للبرنامج. لكن طبعا لو كان في افلام مصريه اكتر من كده طبعا هيبقى شيء جيد، يعني لان احنا المهرجانات بتدعم الافلام بشكل كبير وبتخلي الافلام تتشاف من شريحه النقاد وشريحه الاعلاميين والصحفيين اللي هم اصلا بيساهموا بشكل كبير في الترويج للافلام. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن السينما المصريه، التحديات، ابرز التحديات اللي بتواجهها دلوقتي، ويمكن يعني فكره انه فيلم واحد في المهرجان بيعكس برضو انه مش كتير غزاره الانتاج السينمائي زي في السابق. لا، هو يمكن في غزاره في الانتاج في مصر، الانتاج السينمائي، ولكن في الافلام التجاريه نقدر نقولها يعني، ولا يعني ولو ان انا يعني مش بحب اقول تجاريه وافلام مهرجانات، بس يعني الافلام اللي هي يعني ليها رواج عند جمهور اكبر او بتبقى مقدمه لشرائح اكتر، يعني الافلام اللي هي بتتشارك في مهرجانات بتبقى ممكن تكون مرتبطه بشريحه معينه او شريحه معينه بس اللي هتفهمها او موجهه للناس قليله، فمش بتبقى مناسبه للعرض الجماهيري او العرض التجاري، او يبقى المردود العائد منها في شك ان هو هيبقى قليل، لكن في الحقيقه انتاج كبير في السينما المصريه، احنا بنقبل ان هو يبقى اكبر من كده، ولكن ما حدش نقدر ننسى ان فيروس كورونا برضو مأثر بشكل كبير على الصناعه كلها. لكن في شيء ايجابي جدا انا لاحظته مش بس السنه دي، يعني خلال السنوات اللي فاتت، ان المخرجين الجدد او المخرجين الشباب قدروا ان هم حققوا نجاح على مستوى كبير جدا ويرفعوا اسم مصر في مهرجانات كبيره وياخدوا جوائز مهمة. يعني مثلا مخرج فيلم 16 سامح علاء كان واخد جائزة في مهرجان فينيسيا، عمر الزهيري كان واخد برضو جائزة النقاد، مجموعة كبيرة من المخرجين الشباب قدروا يعملوا سينما مختلفة أو مغايرة عن السينما اللي بتتقدم في مصر،
وحققت نجاح ولفت انظار العالم كله وشاركت في مهرجانات زي ما حضرتك بتقول. طيب لما نرجع تاني نتكلم عن السينما في مصر، الحقيقه مع التطور التكنولوجي الهائل وتطبيقات التكنولوجيا المختلفه، يعني كتير ملاحظين طبعا انه رواد السينمات ودور العرض ما بقوش كتير زي الاول، وبيعتمدوا اكتر على يعني متابعه الافلام على يعني وسائل التكنولوجيا المختلفه. شايف الظاهره دي ازاي، وهل ممكن التغلب عليها ولا اصبحت امر واقع؟ والله شوفي، احنا مع كل تطور جديد بيحصل بنحس ان اللي قبليه هيختفي. يعني الاذاعه لما التلفزيون ظهر كنا قلقانين ان هو الاذاعه هتختفي او هتندثر وعدد مستمعيها هيقل والناس هتتجه للتلفزيون. لما المواقع الانترنت بدات تبقى في مواقع اخباريه تخيلنا ان الجرائد المطبوعه هتندثر، ولكن انا بحس ان هو ده ليه جمهوره وده ليه جمهوره وده ليه متعته وده ليه متعته. يعني الناس اللي بتقدر تتفرج على الافلام على شاشه التلفزيون او بتقدر تتفرج عليها على لابتوب او اي وسيله يعني موبايلات او حاجه زي كده، مش بتبقى بنفس المتعه اللي بيحس بيها لما بيدخل قاعه السينما والاضواء بتطفي ويشوف الناس او يشوف المشاهد السينما على الشاشه الكبيره. دي لها متعه مختلفه، واعتقد ان يعني من خلال متابعتي للمهرجانات لما بروح مهرجانات كتير بشوف قد ايه في كم شباب كبير حابب ان هو يحضر الافلام دي، فبالتالي ده يعني يدل على ان هو نسبه كبيره لسه متمسكه بدخول السينمات، خصوصا كمان ان احنا في جمهور كبير جدا لمسابقات الافلام القصيره في المهرجانات سواء القاهره او غيرها من المهرجانات. الافلام القصيره ما لهاش سوق كبير على الشاشات، فبالتالي ما حدش بيشوفها غير اللي بيحضر المهرجانات، وحتى لو هتتعرض على احدى المنصات او غيره ما بتبقاش بتبقى نسبه قليله جدا اللي بتتعرض، فجمهورها بيدور عليها في المهرجانات. طيب اخيرا استاذ علي، يعني قد ايه حضرتك متفائل بمستقبل السينما في مصر في الفتره الجايه؟ والله انا متفائل بمستقبل السينما في مصر طبعا، لان هو احنا اكتر من 100 سنه سينما، وزي ما قلت لك من شويه ان احنا في اجيال جديده بتظهر، اجيال متواصله مع العالم، بتقدر تاخد دعم كبير لافلامها وبتصنع افلام بتلف العالم كله، فده دليل على ان هو احنا مستمرين ومكملين وفي تطور كبير بيحصل. يا رب ان شاء الله يعني السينما تعود الى قمه الازدهار زي سابق عهدها الحقيقه، وزي ما عودتنا في افلام الرواد من جيل الفنانين يعني العظماء اللي احنا تربينا على اعمالهم الفنيه. استاذ علي الكاشوتي الكاتب الصحفي والناقد السينمائي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين معاكم في هذا الصباح، بعد الفاصل بنروح معاكم لأخبار الاقتصاد ومحمد شعبان، وبعدها بنرجع هنا تاني للاستوديو وآخر حواراتنا مع حنان الخولي. ابقوا معنا.